إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، يسألني بعض الناس ويشيرون إلى ما يسمونه المعجزات، والسؤال هو: أيمكن أن يقع مثل هذه المعجزات التي قرأنا عنها في القرآن وفي الحديث؟ أيمكن أن تقع لإنسان في هذا العصر؟ هذا هو السؤال. للإجابة على هذا أقول: الأمر الأول، أنا لا أوافق من يسمي أمرا ما من أمور الله معجزة، لأن كل صنع الله معجز. إن قلت لي أن الله جعل لبني إسرائيل أرضا يبسا بين الماء سميته معجزة، نعم هي معجزة، وشعرتك في رأسك معجزة. لو الآن العالم كله اجتمع على أن يصنع شعرة فيها خصائص الشعر الطبيعي، لا يستطيعون. كل شيء فيك معجز. تقول لي: قلبك، نبضات قلبك، دمك، دورة الدم، الأعصاب، في عينيك كذا مليون كاميرا، فيديو كاميرا، هذه كلها معجزات. ليس هناك شيء في الوجود إلا وهو معجز. فالقضية الأولى أن نعلم أن ما يخلقه الله ويصنعه الله لا يقدر أحد أن يحاكي الله في خلقه وصنعه. هذه قضية. لهذا مرة أخرى أؤكد أن كل شيء في صنع الله معجز، أو تسميه معجزة. الأمر الثاني، أن الذي جرى في صنع الله لأيما أحد ليس محصورا بجيل، وليس منحصرا بنبي أو صحابي أو تابعي أو ولي من أولياء الله كما تسميه. أنا قرأت لابن تيمية مثلا أمورا سردتها لكم ولكن اقتضت الإعادة. يقول ابن تيمية في أحد رسائله، يقول: أن امرأة كانت صحابية، كانت صائمة، وهي تسير في الصحراء على صيامها، قال: فلما كان وقت غروب الشمس تدلى لها دلو من الماء لتفطر فأفطرت. أنا لا أستطيع أن أنكر مثل هذه الحادثة، فهذا أمر وقع لتلك المرأة. الأمر الآخر الذي ذكره ابن تيمية في نفس الكتاب، ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم
أرسل صحابيا في مهمة بعثه رسولا إليه إلى قوم من الأقوام، وفي الطريق ظهر له أسد. الصحابي علم من دينه ومن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يواجه الصعاب، فالتفت إلى الأسد وقال له لما دنا منه: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رسول، أنا الرسول، أرسلني في مهمة، إني رسول رسول الله. فظل الأسد يصحبه ويمشي معه موازيا له حتى بلغه مأمنه. لما وصل نهاية الطريق وصل الرجل آمنا مطمئنا، انحرف الأسد عنه ومضى في طريقه، يعني كان يحرسه طوال الطريق. هذا أمر يحدث. سمعت أن قوما كانوا في قتال وأنهم كانوا يصومون ويفطرون على تمرة واحدة كل يوم، 21 يوم محاصرين يصومون، نصف تمرة للسحور ونصف تمرة للفطور، لكن في اليوم 21 نفد الماء، ما في ماء. وإذا بأحدهم يقول: يا هؤلاء، أرى هنا نبعا، نبع الماء في موضعهم. هذا أمر ممكن، تسميه معجز، تسميه ما شئت، أنا لا أعبأ بما تسمي، لكن أقول أن الله سبحانه وتعالى يعين وسميع وبصير، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. الله يرقب النملة الصغيرة ما تقول وما تفعل، يرقب الطائرة بجناحيه، ويحدثنا في القرآن: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الله يرقب كل شيء، يسجل لنا أنه يسمع امرأة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المسلم المسلم هو الذي يعيش مع الله، يذكر الله في قلبه، يذكر الله في عمله، وأضعفها أن يذكر الله في لسانه. إنما ذكر الله أن يكون الله معك، تعيش معه في حلك وترحالك. إن لم يكن هذا أمرا متواصلا، فالله فرض علينا 5 صلوات في اليوم كي نذكر الله. يعني مثلا لو أن أحدا منا شغل بالدنيا فتأتيه صلاة الظهر، وصلاة الظهر هي وجوب التواصل مع الله في صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ثم بعدها العصر. فإن فاتتك ساعات لم تذكر الله فيها فقد وجب أن تذكره في صلاة العصر، وكذلك المغرب، وكذلك العشاء، وكذلك الصبح. إذن ذكر الله هو هذا التواصل. وإذا ذكرت الله في قلبك وفي عملك تنال الراحة والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني عندك الطمأنينة مثل الأرض السبحة السهلة. كيف تقود سيارتك على هاي واي روت 25 ولا روت مدري إيش؟ هذا هو
أرض مطمئنة، أرض مطمئنة. فإن كانت وعرة فهي الأرض الحزن، الحزن. وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. إذن الأمر الثاني أن الأمور تقع لأي من الناس الصالحين، الله سبحانه وتعالى يعينهم بما لا يعلم الإنسان له مقدمات ولا يعلم له قوانين. الله صانع القانون، الله يصوب قانونا من القوانين التي ينشئها لإعانة عبد من عباده. وأنت لك قيمة ولك كرامة ولك عزة عند الله بدينك وبإيمانك. لهذا فإن المسلم الحق يعلم، قد يعلم علما يقينيا أن أحدا لا يستطيع أن يضرني إن لم يرد الله ضري، ولا يستطيع أحد أن ينفعني إن لم يرد الله نفعي. ولهذا القرآن يقول لما عرض إبراهيم لعذاب ظنه المشركون من قومه أنه أقوى ما يكون من العذاب، صنعوا نارا حارقة كبيرة ترى وهجها من بعيد، ألقوه، ألقوا إبراهيم في النار. الحل بسيط، الحل بسيط، قلنا يا نار كوني بردا، لا شديدة البرودة تصير تجمد، وسلاما على إبراهيم. هذا الذي جرى لإبراهيم قد يجري لأي واحد. لهذا رب العالمين يقول للنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم، يقول له أنه في غزوة بدر أنتم بتظنوا أنكم قتلتم فلان وفلتان فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، تظنون أنكم تحسنون الرماية وأنكم رماة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لابد أن تكون عندنا هذه العقيدة أن الله معنا، ومعية الله معناها كمال العناية والإحاطة. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حفظنا حفظا كبيرا. أنت تلحظ مثلا يقول لك والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يعني السماء محفوظة بالنجوم هذه لتحفظ الأخبار والدين من أن يدخل في مجال الجن والعبث بأخبار السماء. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن يسترقون السمع، لا أعلم تفصيلات كثيرة، أنا أجتزئ من القرآن ما أفهم منه، لكن العظمة أن الله يصف لك هذه الكواكب وما أكثرها. لو نظرت إلى السماء في الصحراء بعيدا عن إضاءة الكهرباء تجد العجب العجاب في هذه النجوم. هذه النجوم هي زينة وهي لحفظ أخبار السماء أن تبلغ أحدا من الجن فأتبعه شهاب ثاقب. هذا هو الحافظ، اقرأ ما بعدها والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ماذا بعدها؟ مثل ما أنا حفظت السماء ونصبت النجوم وما أكثرها، أنا حفظتك يا ابن آدم، إن كل نفس لما عليها حافظ. كل إنسان أقام الله له من أسباب الحفظ والمنعة.
لكن كي تعمل هذا الحفظ وهذه المنعة في شرط. تسجل نفسك انت بنقابة رب العالمين ولا بنقابة أهل الباطل؟ فإن كنت في نقابة رب العالمين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالموصول بالله لا ينقطع، لا يخاف، لا يحزن. ألا إن أولياء الله على الذين هم موصولون بالله القريبون من الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله.